من النادر أن يأتي ذكر الشعر في جبة ولا يأتي ذكر شاعرتها الأشهر ثلجة الفهيدي التي سمع ابنها مزروها الرمالي بوجود مارسيل وبخيتان في الديار فتوجه للقائهما. أمك شعرة مشهورة. نعم. ثلجة. نعم. فهيدية. نعم. ابنها الشيحان. نعم. راح الكويت. الكويت إيه. يعني صار جندي في الجيش. ذاك الوقت ما كان في أسفلت. يعني كله مشي على على رمال. نعم. بعدين أمه يشتاق. تشتاق تشوفه ودها تشوفه. إيه. وكان ودها ترسله من تمر جبة. نخيل جبة. نعم. وراحت وكان في الموعد في محطة بنزين لتسلم طنكة التمر. ولكن الأهالي مشوا تركوا وهي قاعدة في المحطة وتبسي. وجاء واحد اسمه سعود الصعيد السعيدي مر بالصدفة وقال ويش قومك يا حرمة يعني تبسي وقالت القصة وخلاص يعني أخذ منها الطنكة ووصلها إلى شيحان الكويت. نعم. بعدين هي قالت قصيدة في سعود الصعيدي في هذه المناسبة. صحيح؟ صحيح. تقول راتب اللي ما بنفس كود الرقو زاهيات مثل بالبنت المشاء للصعيدي جامع كل سلوم خوف نفس وطيب قلب واحترام. الصعيدي منوة للوزو ومنوة المقصر ومنوة من نظام. صحيح. أبشر إن المرجلة هي طيب العزوم واللي يبيه مثل لمبة الظلام. لمبة الظلام. إيه الصعيدي جامع كل سلوم طيب نفسه وطيب قلبه واحترام. الصعيدي منوة العزوم ومنوة المقصر ومنوة من نظام. أبشر إن المرجلة هي طيب العزوم واللي يبيه مثل لمبة الظلام. والولد ما ينومس كثر الهدوم ما يتنومس كود الفعل يا سلام.